اشترك في قناة قصة حياة وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولا بأول. من هو جمال خاشقجي؟ ولد الصحفي والإعلامي السعودي جمال خاشقجي في المدينة المنورة بتاريخ 13 من أكتوبر من عام 1959، وقد تولى خلال مسيرته الصحافية والإعلامية الحافلة العديد من المناصب لأكبر الصحف ووسائل الإعلام السعودية، كما إنه يعتبر من أهم الخبراء بالأوضاع الداخلية السعودية، وله عدة مؤلفات نالت إعجاب الكثيرين، وهي علاقات حرجة، السعودية بعد 11 من سبتمبر، ربيع العرب، زمن الإخوان المسلمين، احتلال السوق السعودي. بدأت مسيرة جمال الصحفية من خلال عمله كمراسل للصحيفة السعودية سعودي غازيت، ليعمل بعد ذلك كمراسل صحفي لمجموعة من الصحف العربية الأسبوعية واليومية بين عامي 1987 و1990، وقد كانت الفترة الممتدة بين عامي 91 حتى 99 حافلة بالنسبة للصحفي السعودي، الذي غطى الأحداث الجارية في الكويت وأفغانستان والجزائر والسودان ومختلف بلدان الشرق الأوسط، حتى إنه أجرى مقابلات خاصة مع أسامة بن لادن الزعيم السابق لتنظيم القاعدة والمتهم الرئيسي بأحداث 11 من سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية. تولى خاشقجي في عام 1999 منصب نائب رئيس التحرير لصحيفة عرب نيوز، وبقي في منصبه حتى عام 2003، ليعين في عام 2004 بمنصب رئيس التحرير لصحيفة الوطن السعودية اليومية، لكنه لم يبقى في منصبه وأقيل بعد 52 يوما، ليعاد تعيينه في شهر أبريل من عام 2007 في نفس المنصب الذي استمر فيه حتى عام 2010، عندما أقيل من منصبه مرة ثانية بسبب أحد المقالات التي نشرت في الصحيفة. عينه الأمير التركي الفيصل السفير السعودي السابق في لندن ثم واشنطن كمستشار إعلامي له في عام 2004، كما إنه عمل كمعلق سياسي في القنوات السعودية المحلية وقناة الجزيرة القطرية وقنوات بي بي سي وأم بي سي. تم تعيين خاشقجي كمدير عام لقناة العرب الإخبارية لمالكها الأمير السعودي المعروف الوليد بن طلال، وقد تأجل انطلاق المحطة من 2012 حتى عام 2015، وبعد أن بدأت القناة ومقرها البحرين بثها بوقت قصير، توقف بث القناة بسبب الخلاف مع السلطات البحرينية حول سياسة المحطة التحريرية. اشتهر الخاشقجي في مقالاته التي تنشر في صحيفة الحياة التي تصدر في لندن والتي يملكها الأمير السعودي خالد بن سلطان، لكن الصحيفة أنهت علاقتها مع الكاتب في شهر ديسمبر من عام 2017 بسبب مقالاته التي رأت فيها تجاوزات ضد النظام السعودي. وقد قرر جمال خاشقجي في عام 2017 مغادرة السعودية باتجاه منفاه الاختياري بالولايات المتحدة الأمريكية. بدأ من هناك يكتب بعض المقالات في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. اختفى الكاتب السعودي بتاريخ 2 أكتوبر 2018 في مدينة اسطنبول التركية، التي ذهب إليها بدافع الزواج من إحدى المواطنات التركيات، لكنه اختفى بعد دخوله للقنصلية السعودية في اسطنبول لإتمام أوراق زواجه. ادعت السلطات السعودية أنه غادر القنصلية بعد وقت قصير وأنها ستتابع مع السلطات التركية ظروف اختفائه، بينما تقول السلطات التركية أنه اختفى بعد دخوله القنصلية السعودية التي لم يخرج منها بعد دخوله إليها. كما صدرت بعض الأخبار الصحفية والتسريبات الأمنية أن الاحتمال الكبير هو أن خاشقجي تعرض لعملية تصفية لأسباب داخلية ترتبط بموقفه من النظام السعودي. كانت هذه نبذة عن حياة جمال خاشقجي الكاتب الصحفي الذي يشغل العالم، قدمناها لكم من قناة قصة حياة. اكتبوا لنا في التعليقات ما رأيكم بمسيرة حياة هذا الصحفي، وما هي الاحتمالات التي ترجحونها لأسباب اختفائه. اكتبوا
اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.